أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث اللي هو إيه؟ الجماع. جميل. ليلة الصيام بتبقى من إمتى لإمتى؟ الليلة بتبتدي من إمتى لإمتى؟ من المغرب للفجر. طيب ما هو كده كده إحنا عارفين إن الجماع في ليل رمضان جائز ولا مش جائز؟ جائز. طب هنا ربنا بيقول أحل، يعني هو كان حرام قبل كده؟ ها؟ نعم كان حراما. هو اللي كان حرام بالظبط الجماع بس؟ كان الصوم. كان كل الطعام والشراب والجماع محرم على المسلم بعد العشاء أو إذا نام قبل أن يأكل. يعني إحنا صايمين المغرب أذن، قبل ما تفطر رحت جالك كده عايز تنام ونمت وصحيت من النوم تاكل؟ لا ممنوع تاكل، تستنى لليوم اللي بعديه لغاية المغرب وتفطر. لا حتى لو صحي قبل العشاء يبقى في حالتين. الحالة الأولانية لو نمت حتى قبل العشاء، الحالة الثانية ان بعد صلاة العشاء خلاص تكمل صوم الى اليوم الثاني. شفتوا بقى كانت ايوه الله يفتح عليك. يبقى انت بقى ايه متخيل نفسك وانت قاعد بقى بتفطر بسرعة بسرعة، يلا كوباية الشاي، يلا لو في علاقة مثلا مفيش عمال، وطبعا في صلاة مغرب هتصلي التراويح وانت صايم بعد صلاة العشاء خلاص وهتكمل. عشان الناس اللي بتستثقل الصوم ده، انت الليل كله طعام وشراب وجماع جائز ليك، فالامر الحمد لله خفف ويسر علينا. لكن انت عارف ان في البداية كان ممنوع بعد العشاء، او لو نمت غصب عنك خلاص ما ينفعش تاكل حتى لو ما اكلتش. وده اللي حصل مع قيس بن صرمة كما روى البخاري. راح يشتغل ورجع قال لي زوجته فين الطعام، خلاص المغرب أذن، قالت ما عندناش طعام ولكن أذهب لأبحث لك عن طعام. قال لها الحالة يا جماعة صعبة جدا، احنا والله في نعيم ورخاء يعني عظيمين. المهم رجعت لقيته ايه من تعب ونام، قالت خيبة لك خلاص مش هتعرف تاكل. فراح مكمل الشغل طبعا بقى مش هياخد أجازة، راح في نصف النهار أغشي عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف اللي هو كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لا ما نعرفش قد ايه، قعد فترة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس يعني اللبس، الزوجة لبس للزوج والزوج لبس للزوجة. ده إشارة يا إخواننا إلى أن العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة قوية جدا لا تضاهيها علاقة، في اندماجهم مع بعض وتلحفهم بلحاف واحد واندماجهم وتعانقهم كأنهم جسد واحد. فده يؤكد مدى عمق العلاقة بين الرجل وزوجته، ولذلك نعمة من عند الله عز وجل الزواج، ان بتنشأ علاقة لا يمكن ان هي تكون بين شخص وشخص اخر، علاقة الزوج بزوجته. ولذلك في ازواج واخدين زوجاتهم البيست فريند او الصديق المقرب، لان هو يصلح ان يكون صديق مقرب جدا، يقول له مشاكله يقول له حكاوي يقول له، وكذلك الزوجة واخداه صديقها المقرب. انما تلاقي العكس، تلاقي الرجل مش طايق وعايز يقعد على القهوة مع اصحابه وسايب زوجته، مع ان هي تنفع تبقى هي اللي يحكي لها ويتكلم معاها. و علاقة قوية جدا جدا
بس اللي يحسن استخدامها، او يعني لما ربنا يمن عليك بزوجة صالحة او يمن عليها بزوج صالح يتقي الله عز وجل. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. يعني ايه تختانون؟ لا كلمة تختانون يعني ايه؟ يعني كان نفسك تخون حاجة وتعملها وتخانق، خيانة، تخونون انفسكم. طب ليه كانوا بيعملوا ايه؟ يعني ايه كانوا بيخونوا انفسهم؟ كان بيحصل جماع في بعض الناس ما كانتش بتستحمل، الامر قوي جدا، عندهم شهوة قوية مش قادرين يمتنعوا عن النساء. ورد في بعض الروايات ان الرجل يقول لزوجته يراها نامت، وما دام نامت خلاص هتكمل صيام لليوم التالي. يقول لها يقول لها يعني نجامع، تقول لقد نمت، تقول لها ما والله ما نمت، ما انت منديش ولا حاجه تتهيالك من كتر ما هو يحتاج الى هذا الامر. علم. طب ليه ربنا سمى هذه المعصيه خيانه للنفس؟ تختنون، حد بيخون نفسه؟ ازاي بيخون نفسه؟ بيخون نفسه لانه بيعرضها لعذاب الله. انت كده خيان النفس، صاحب المعصيه بيخون نفسه لانه نفسه بيعرضها لما لا تطيق. فتاب عليكم وعفى عنكم. اللهم لك الحمد ان ربنا يسر لنا ورخص لنا الطعام والشراب والجماع طيله الليل. طيله الليل كله بتاعك، اكل وشرب وشاي وكل حاجه. في بقى ناس تيجي بقى على القهوه على الشيشه والسجاير. يا عم ده انت كنت محروم من الحلال، ربنا يبحولك، عايز كمان تمتد الى الحرام؟ فسبحان الله، هذا من ضعف الايمان. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يجوز لكم المباشره والعلاقه والجماع وكل ما اباح الله لكم من طعام وشراب وجماع. انا متخيل طبعا الصحابه في الوقت ده فرحوا جدا بعد هذه الرخصه، يعني اللي كان فعلا فاكر ان الصيام بهذا الشكل ثم نزلت هذه الايات فرحتهم تبقى عامله ازاي؟ تيسير من الله عز وجل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض اللي هو ايه؟ لا الخيط اللي اللي هو ضوء النهار، والخيط الاسود اللي هو ايه؟ ظلام الليل. بعض الصحابه طبعا زي ما انتم عارفين كانوا بيجيبوا ايه الخيط بجد، وايه ويفضل ياكل ويشرب لغايه ما يتميز عنده الخيط الابيض من الخيط الاسود. طبعا ما كانش فيه مصابيح ولا في نور، فيقعد ياكل لغايه ما يبتدي يميز بين الخيط ده والخيط ده. ايه يقول لك في الحاله دي انا واقف بقى. لكن طبعا كلمه من الفجر بينت ان المقصود بياض النهار وسواد الليل. ثم اتم الصيام الى الليل. يبقى الصيام حضرتك هيبتدي من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وفي بعض الناس يستنى بقى لما يتشاهد او لما يخلص الاذان، لا بمجرد ما الشمس غربت يجوز لك ايه ان تفطر، بس تتأكد يعني ما تستعجلش برضه لغاية ما ايه تتيقن غروب الشمس. يبقى العبرة مش بالأذان، هو الأذان علامة ان الشمس غربت. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب سؤال، هو في المسجد معتكف وفي الستات أصلا؟ أيوة صح، كان زمان المساجد مش مهيئة، فيهاش دورة مياه وما فيهاش، فكان يروح يأكل ويخرج وبالقدر الذي يحتاج فيه الى الطعام. ما عودش بقى ياكل، طب معلش بقى كوبايه شاي، طب رايح شويه، لا بالقدر اللي ايه الذي يحتاج اليه، طعام او شراب او قضاء حاجه. فطبعا ممكن يلاقي زوجته فايه يباشرها ونحو ذلك، فربنا سبحانه وتعالى منع ذلك. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. لا الجماع ولا مقدمات الجماع ولا الحضن ولا التقبيل ولا انما المناوله ونحو ذلك، لا باس. تلك حدود الله فلا تقربوها. وطبعا يا اخواننا كتير من الناس نسي النهارده سنه الاعتكاف. الاعتكاف من السنن التي لم يكن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. اصل انا مشغول، اصل انا ورايا حاجه. النبي كان مشغول جدا ومع ذلك لم يترك الاعتكاف قط، الا مره واحده لسبب ما قضاه بعد ذلك في شوال. يعني المرة الوحيدة اللي ترك فيها الاعتكاف من كتر حرصه على الاعتكاف صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال. والسنة اللي مات فيها عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوم، لأن الاعتكاف من أهم ميزاته التماس ليلة القدر، عايز تأتيه ليلة القدر في أعلى حالات الاستعداد من الطاعة والعبادة وقيام الليل.
مش مشغول بهنا ومشغول بهنا، قاعد في المسجد لان ليله ب 83 سنه وشويه عايز يحصل فيها كل حسنات ممكن يحصلها، ما يضيعش منه لحظه طول الليل عباده لله عز وجل. فدي تنبيه كده من دلوقتي، علشان يا اخي حتى لو امتنعت بسبب كورونا ولا غيره يبقى انت مستحضر ان هي تاخد الاجر. الله اعلم في اعتكاف ولا لا، بس ان شاء الله فيه، لان غالبا ان شاء الله اللقاح قرب، بتاع في 3 لقاحات دلوقتي خلاص جاهزين قربوا، بتاع فايزر وبتاع استرازينيكا وشركه تانية موديرنا او حاجه زي كده، خلاص دول على يعني اثبتت كفاءات عاليه جدا الحمد لله، وممكن على شهر يناير العالم كله ياخد اللقاح. لكن استحضر النية اللي انت هتحتاج، حصل شيء ما تاخد الاجر. ليه؟ لانك عندك عزم، عزم حقيقي، وموفر اجازاتك من دلوقتي عشان تاخد، مش انا ناوي اعتكف وانت اصلا مش ناوي. وانتم عاكفون في المساجد، كان ده شيء معتاد من المسلمين ان يعتكفوا في المساجد في شهر رمضان. تلك حدود الله فلا تقربوها. طبعا معتكف في رمضان او غير رمضان لا يجوز ليه ان هو يباشر، يعني على الرأي الراجح يجوز الاعتكاف في غير رمضان. طيب في غير رمضان يجامع؟ لا لا يجوز، معتكف لا يجامع ولا يباشر ولا يقبل. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الأحكام لكي يطبقها الناس وينفذونها طاعة لله عز وجل، يتقون بها عذابه وسخطه سبحانه وتعالى. لو فضل الاعتكاف وراح البيت مباشر عادي وناوي في الاعتكاف تاني، خلاص يبقى ده كده اعتكاف واعتكاف، بس كده فصل عن، بس هو كده ممكن يساعة، بس خلي بالك ان ده مش متفق عليه في بعض العلماء، قالوا الاعتكاف ما حدش يجي يقول ما يعتكف، خلي بالك بس الاعتكاف ممكن يبقى ساعه ممكن يبقى يوم، ده مش متفق عليه. في علماء قالوا اقل الاعتكاف يوم وليله، يوم وليله، فخلينا في الاحوط وما يقطعش اعتكاف عشان الاعتكاف ما يبطلش. تاني شيء ان هو ما اصابش الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف الكلي بالذات في العشر الاخر من رمضان، فالحته دي يقطع اعتكافه وفوت على نفسه ثواب كبير جدا الاعتكاف الكامل. طب لو قال حاجه، انما الاعتكاف الجزئي ابطل اعتكافه. طب في ناس خرجت في ايام النبي عليه الصلاه والسلام احتياج بيصلي لحاجته، يجوز الخروج لحاجه ويرجع تاني انما من مبطلات الاعتكاف، من مبطلات الاعتكاف الجماع، الجماع والمباشره، لا مش والخروج لغير حاجه، تقريبا دول الثلاث حاجات اللي بيبطلوا الاعتكاف. خلي بالك، فانت لو جامعت ابطلت اعتكافك، الا بقى لو انت خلاص قطعت اعتكافك ونويت خلاص بقى يجوز لك ما كان محرما عليك. يعني مثلا الليل ما بنروحش، طب انت لو دخلت صلاه العصر دي بقى عند ربنا، هل دي حاجه فعلا؟ هل كان ينفع؟ هل مفيش ما تسمحش؟ عشان كده احنا بنقول يا اخواننا ناخد ايه احتياطنا من دلوقتي. خدت احتياطك وبرضه ما نفعش والشغل عايزك، وقلت لا هروح وارجع من الشغل على المسجد، ان شاء الله لك الاجر، بس تكون انت فعلا مفيش فرصه ان انت تاخد اجازه في اليومين دول، لان الاصل انت تمكث في المسجد. مش تقول لا ما انا عشان اوفر لي فلوس، لو انت محتاج الفلوس بتاعت الشغل برضو جائز ليك، انما لو عندك فرصه تمتنع عن العمل من غير ضرر واقع عليك يبقى في الحاله دي تعتكف الاعتكاف الكامل. في اعتكاف في المنزل اضطريت للعمل، يبقى انت صاحب حاجه وان شاء الله لك الاجر.